اعاني كثير، بالصيف شوب نار، بالشتوية برد وهواء واحيانا سبرات وثلج، والمنطقة جبلية وطرقات صعبة، وماديا بدك بنزين، بالنهار بدك تروح مرتين يوميا، مرتين او اقل شيء مرة واحدة، يعني في تكلفة مادية. تأمين الأكسجين من مشفى دركوش، تأمين الأكسجين من مشفى دركوش مجاني، ولكن في إرهاق، في تعب، في تكلفة، والوضع يعني وضعي صعب، والدافع اللي عم يخليني أكفي يعني حب لزوجتي، أم ولادي، من يم الله، يعني ما لها غيري. العلاج يعني الدكاترة قالوا لي ما له علاج إلا الأكسجين 24، ولا ترمي ولا ثانية، وفي برا بألمانيا ما إحنا قده مكلف هذاك، ويعني من ضرب الخيال يعني 24 على 24 الأكسجين، ولا ترمي ولا ثانية.